مشاهدينا نتحول إلى الشأن الرياضي وشأن رياضي كويتي مميز، فقد توج قبل أيام منتخب الكويت لهوكي الجليد للرجال بلقب بطولة بانكوك الدولية في تايلاند بعد فوز مستحق على فريق ستينغ الكندي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في المباراة الختامية للبطولة. المباراة الختامية اتسمت بالندية والتنافسية القوية في جميع أشواطها، إلا أنها النجوم الأزرق تمكنوا من حسم اللقاء بفضل تركيزهم وحماسهم الكبيرين. ويسعدنا أن يكون معنا حول هذا الموضوع اللاعبين جاسم العوضي وعبد الله زيدان لاعبا منتخب الهوكي الجليد لمنتخب الكويت. يعطيكم العافية وألف مبروك، صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالنور ويعطيكم العافية. في البداية أخوي عبد الله، لو تحدثنا عن بطولة بانكوك الدولية وأيضا الفرق المشاركة فيها. طبعا بانكوك، بطولة بانكوك الدولية مفتوحة، تشارك أي فريق دولي كجالية كندية، روسية، فنلندية، الصين، تايبي، إحنا، قطر، مفتوحة يعني ما عندها شيء. أي مجرد أي فريق ممكن يقدم فيها ممكن يشارك فيها. إيه نعم إيه نعم. وأيضا يعني جاسم، البطولة هذه معتمدة دوليا، هل تحت اتحاد دولي ولا مجرد مفتوحة مثل ما ذكر عبد الله؟ طبعا هي بطولة مفتوحة والكل يقدر يشارك، اللي معتمد من الاتحاد الدولي ويشاركون فيها جميع الفرق. سنوية؟ طبعا هي سنوية كل شهر 10. حلو اخوي عبد الله، طبعا كيف شلون احساسكم لما تفوزون في بطولة مثل دولية وأيضا جميع أنحاء العالم ممكن يشاركون فيها، شلون كان إحساسكم نيل المركز الأول ورفع اسم الكويت عالي؟ طبعا الحمد لله، طبعا الفرحة ما توصف، تأخذ الأول فيها. ثاني شيء الحمد لله تعبنا ونلنا على المركز الأول، ومو هي غريبة لأن خذينا آسيا مرتين، هي إن شاء الله صارت آسيا بالكويت مرتين وخذيناها الأول والحمد لله الله توفق. تهدون منو الفوز هذا؟ والله نهدي صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده وكافة الشعب الكويتي. جاسم، لو نتكلم على لعبة الهوكي للجليد، انتشارها في قارات آسيا، احنا الكل يدري ان لعبة الهوكي للجليد اكثر شيء نسمعها بامريكا، امريكا الشمالية وكندا من الدوريات القوية اللي عندهم، لكن لو نتكلم بقارة آسيا، ما مدى انتشار لعبة الهوكي في قارة آسيا؟ طبعا هي الحين قامت تنتشر بشكل رهيب بالقارة الأفريقية والآسيوية. يعني الحين عندك المنتخبات اللي صعدت، المغرب، تونس، الجزائر، لبنان، مصر، وراح نستضيفها يعني في الشهر هذا منتخب مصر. طبعا عندك فرق عالمية يعني اللي تشارك بطولات العالم، اللي هي اليابان، كوريا الشمالية، الصين، يشاركون أيضا بتصفيات كأس العالم. الفرق هذه مستوياتهم جدا متقاربة جدا عالية، أوروبا مثلا وأمريكا جدا عالية مستوياتهم. لو نتكلم عبد الله على ابرز الصعوبات اللي تواجهونها كمنتخب الهوكي الكويتي للجليد، بطبعك طبعا خبير وصار لك فتره طويله مع المنتخب، فشنو برايك ابرز الصعوبات اللي تواجهكم؟ كابرز الصعوبات هي صاله التزلج، المنشاه. نعم المنشاه، طبعا عندنا صاله واحده بس، احنا عندنا قبل كان بس فريق الرجال، الحين لا ما شاء الله توسع عندنا النادي. نعم. صار عندنا فريق رجال ونساء، نساء، شباب، ناشئين طبعا، عندنا المدرسة تتكون طبعا من 500 ل 700 طالب ما شاء الله. ما نقدر ننسق كل هذا بصالة واحدة، نسقون كل الأعداد ما شاء الله. طبعا بارك حق فريق النساء، طبعا استضفناهم قبل فترة في البرنامج على حصولهم وفوزهم. اي نعم يعطيهم العافيه، تعبنا معاهم ودربنا معاكم في البطوله في تايلاند. اي نعم تعبنا معاهم شوي، دربناهم والحمد لله ادوا اللي عليهم. اذا المشكله الاساسيه هي المنشاه، لان ما شاء الله اعداد كبيره في على ملعب واحد هي. اي والله المنشاه، وان شاء الله الحكومه ما قصرت، موعدتنا بمنشاه جديده حق الهوكي
ان شاء الله خير. لو نتكلم جاسم عن طبعا المنتخب الكويتي للهوكي الجديد غني عن تعريفه، انشا 2007 او اعترف فيه رسميا 2007 لجنة أولمبية. وما شاء الله من 2007 والانجازات تتوالى ومن بطولات وما شاء الله مراكز عاليه، شنو ابرز انجازاتكم في الاعوام الماضيه؟ خذينا اخر انجاز لنا يعني قبل بطوله بانكوك، خذينا كاس اسيا المركز الاول، والبطوله بانك الدوليه هم المركز الاول، وقبلها شاركنا باليابان بس ما حالفنا الحظ. الثاني الخليج نعم في البطوله اللي قامت في الكويت. اي نعم، وان شاء الله حالفكم الحظ في البطوله القادمه القريبه باذن الله ان شاء الله بعد شهر. لو نتكلم عن البطوله القادمه، شنو استعداداتكم لها وايضا شنو خططكم للبطولات القادمه؟ ان شاء الله في معسكر داخلي او خارجي على حسب الاداره والنادي، استعدادنا حق كاس الخليج وان شاء الله راح يقام في الكويت، راح يقام في الكويت شهر واحد ان شاء الله الجاي، نستعد له ان شاء الله بكل قوتنا. نعم. بكل عزيمتنا ان شاء الله وتحقق المركز الاول ان شاء الله. وبعد كاس الخليج، بعد كاس الخليج عندنا تصفيات كاس العالم اللي راح يصير في بوسنة والهرسك، اهم بعد ان شاء الله نطلع معسكر حق استعدادا حق التصفيات كاس العالم. نعم، هناك ايضا دعوه توجهونها حق الساده المشاهدين لحضور مباراه للجاليه ايضا الكنديه في يوم الاحد. ان شاء الله يوم الاحد الجاي عندنا استضافه الجاليه الكنديه من الساعه 6 المغرب، والدعوه عامه اللي حاب يحضر ان شاء الله بصاله التزلج. عاد الكنديين مشهورين بالهوكي فان شاء الله تغلبونهم. ان شاء الله. طبعا في حضور السفير الكندي وتنظيم جميل في صاله التزلج يوم الاحد الساعة 6 المغرب. اذا كل الشكر لجاسم العوضي وعبد الله زيدان لاعبا منتخب هوكي الجليد، وان شاء الله من انجازات لانجازات ترفعون اسم الكويت عالي باذن الله. انتم مشكورين ويعطيكم العافيه على الاستضافه وما قصرتوا. يعطيكم الف عافيه.